ايه اللي عشته في نادي الزمالك كل شفته؟ تخش تمشي في قلب المقابر عشان تخش تتمرن. ليه بقى ما خدتش الفرصه في الاهلي؟ كنت محترم زياده عن اللزوم. بنفسه جه في الدقيقه 85 او 86 متاثر قوي، كل ما افتكرها ازعل، وكل ما اشوفها على الموبايل بتاعي ازعل. اللقب الاصعب عليك انا فاكر الشاي. وقتها ما كنتش موجود بعد كده بقى في بطوله العرب. مستر كيروش يعني اعتذر لي قدام اللعيبه. كنت قاعد انت بقى مع الحضري في الاوضه قبل ما يهرب ويروح سيون. خلي بالك انا مش قايل خالص على الموضوع ده والله، ما اعرفش برضه انت عرفت منين. إيه؟ جالك عرض من النادي الاهلي، قالوا مبدئيا مليون دولار، قالوا مليون دولار احنا هنجيبها ابو تريكه. اول مباراه بقى شارك فيها في كاس العرب قدام الجزائر والوضع صعب والدنيا مكهربه. بص انا كنا قاعدين على الدكه ساعتها ومره واحده قمصه خنانزه. ايه اللي حصل في اسمه؟ اتصدمت بالكابتن حسام حسن لسه داخل النادي. جروس كان بيتقال انه بيعتمد على 13 لعيب فقط بس. قال لي انت تقف هنا، جمع لي شويه كور كتير كده، وقال لي انت هتباصي هنا مره وهتباصي هنا مره. قلت له انا مش جاي هنا اشتغل على لعيب، انت هتحتاجنا تحتاجنا حارس مرمى. في لعيب من الزمالك في مباراه قال لك خلاص بقى سمير. كابتن شيكابالا كان جاب جون قبلها فاول برضه، فانا رحت العب الفاول كان قريب. فراح جه باصص لي كده قال لي ايه مش خلاص كده ولا ايه؟ جوزيه بقى كان بيتعامل مع اللعيبه الكبار دي ازاي قدامك وانت لسه ناشئ صغير؟ قال مثلا تريكا وبركات امبارح مثلا تريكا زيرو بركات تو زيرو. في الفتره دي متاخد عنك ان انت عامل مشاكل. عامل مشاكل بشكل ايه؟ انا شلت ليله مش ليلتي خالص، مش بتاعتي. ذاكرتك عامله ايه؟ صعبه قوي دي. بترقصني؟ دي واحده كده ممنوع تدخل يا لاعبنا. مفجر كومبيت كومبيت. حسام غالي كسر اوضه اللبس كام مره في الجون؟ يا افلام لا لو لعبت فوق كده انت تكسب. خليها عليك انا اخوك. يعني خلي الحظ حلو المره دي. يا عم خليها كفايه مظلمه. Yeah.